معي من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بك نبيل. إذن انفجارات أمام القصر الجمهوري ومظاهرات، كيف يبدو الوضع اليوم في العاصمة صنعاء؟ نعم سفيان، الوضع الآن الحوثيون يحتفلون الآن احتفاء بالإعلان الدستوري الآن في الصالة المغلقة بالعاصمة اليمنية صنعاء، احتفاء بهذه المناسبة بحضور المئات من أنصارهم هناك. في الوقت الذي يحتقن الشارع اليمني بسبب هذا الإعلان الدستوري، حيث خرجت اليوم مظاهرات طلابية من جامعة صنعاء. هذه المظاهرات قوبلت بالقمع من قبل الحوثيين هنا في الجامعة، وأطلق الحوثيون الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم، وتم اعتقال 5 متظاهرين من هذه التظاهرة. ربما أن هذه رسالة من أجل ألا يكرر الشباب أو المتظاهرون مظاهراتهم المناهضة التي يحاولون الخروج فيها بشكل يومي في العاصمة صنعاء أو في بقية المحافظات اليمنية. على الصعيد السياسي، لا زال حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح حتى الآن لم يصدر بيانا بخصوص الإعلان الدستوري. مصادر تؤكد بأنه لا زال هناك خلافات بين هذا الحزب أو بين أعضاء هذا الحزب بسبب إصدار البيان، وهو ما أدى إلى تأخر البيان. مصدر كذلك في حزب المؤتمر أكد بأنهم لا زالوا في اجتماعات مستمرة لإصدار البيان. الحزب الناصري أصدر أمس مباشرة وبعد الإعلان الدستوري بيانا رفض فيه هذا الإعلان الدستوري. هناك أحزاب أخرى، حزب الإصلاح الإسلامي حتى اللحظة لم يصدر أي بيان، ربما أنه ما زال في اجتماع مع أعضائه لمناقشة إما استسلام للأمر الواقع، وإما أن يصدر بيان قد يكون رافضا لهذا الإعلان الدستوري. هناك أحزاب قريبة من الحوثيين، منها حزب الحق، أعلنوا مباركتهم لهذا الإعلان الدستوري الذي يؤكد الحوثيون في خطاباتهم وفي قنواتهم الإعلامية بأن هذا الإعلان أخرج البلاد من أزمتها في وقت يرى الكثير بأن هذا الإعلان قد يدخل البلاد في نفق مظلم لا تعرف نهايته. جمال بن عمر المبعوث الأممي عاد من المملكة العربية السعودية بعد مغادرته لليمن أمس، عاد فجر اليوم. ربما أن عودته إلى العاصمة اليمنية صنعاء قد تفتح بابا من المفاوضات جديد، ربما يكون التفاوض مع الحوثيين بخصوص الإعلان الدستوري الذي أعلنوه، أو ربما يكون لديه مشروع آخر أممي يمكن مناقشته مع الأطراف السياسية من جديد. هذا على الصعيد السياسي هنا في العاصمة صنعاء، وكذلك على الصعيد الميداني سفيان. نعم، شكرا لك نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء.